أول مرة يقع بالغلط ومعاك بالسرعة دي، بس هو مش لاقي لي ملكة ان يدبسني اجيب حاجة. لا وهو عارف حاجة دي انا خمنتها وقلت اكيد هيكلم فيها سلام. عارف ان احنا اما نسوي مع بعضين ورأينا واحد اللي احنا نعمله مع روح دي فهمها. هو قال لك ليه يقول لي سلامة يعني حاول ايه يفهمها. هو كويس جدا ان احنا تعرف عماد اللي هو راح امريكا ده كان في مصر شغال في السفارة. فالمهم اتعامل معايا ماشي، فعايز ان هو ده صاحبي من ايام الجيش قوي لدرجه بيشتمني عشان اعمل الحاويه. ماما ما تقعد في حالك، انت هتفضل طول عمرك شغال عند الناس والكلام ده، هو خايف عليا.